نتوضى بيك وصلي لربنا. مايا يا مايا تعالي عندنا عشان نتوضى بيك وصلي لربنا. يا مايا غلاوة زاد وشفيق الليلة دي منفوحة، مش عارف انت حصل لك النهاردة، عمك شفيق روحه بترفرف حوالينا والله وربنا. خلي بالك يا احمد، الشيخ محمد حمادة بياخد افيونا ربنا. علاء الطلاق اسيادنا ردينا عليه، علاء الطلاق اسيادنا ردينا عليك. صلى على سيدنا النبي، صلي الليلة لما بنزلها الروح خلاص كله فيها بقى مجروح. ربنا يخلينا الشيخ محمد حمادة ويمتعنا دايما بالحنان، وانت لنا لنا فيه وهو له فينا عشان هو حبيبنا. علاء الطلاق اسيادنا ردينا عليك، صلي. بعيد بعيد يا شيطان، قلبي ملاني بالإيمان. بعيد بعيد يا شيطان، قلبي ملاني بالإيمان. ساعة ما اسمع الأذان صلي واسجد للرحمن. ساعة ما اسمع الأذان صلي واسجد للرحمن. بعد صلاتي اكون فرحان، بعد صلاتي اكون فرحان. واللي يصلي يخش الجنة ياكل فيها ويتهنى. واللي يصلي يخش الجنة ياكل فيها ويتهنى. واللي ما يصليش يتحصر يبكي ويبقى ندمان. بعيد بعيد يا شيطان، قلبي ملاني بالإيمان. ابعد ابعد يا شيطان، قلبي ملاني بالإيمان. ساعة ما اسمع الأذان صلي واسجد للرحمن. ساعة ما اسمع الأذان صلي واسجد للرحمن. بعد صلاتي اكون فرحان، بعد صلاتي اكون فرحان. واللي يصلي يخش الجنة ياكل فيها ويتهنى. واللي يصلي يخش الجنة ياكل فيها ويتهنى. واللي ما يصليش يتحصر يبكي ويبقى ندمان. ميا يا ميا تعالي عندنا عشان اتوضى بيكي وصلي لربنا. ميا يا ميا تعالي عندنا عشان اتوضى بيك وصلي لربنا. كده كده الحب، كده كده الحب. الفتحة للشيخ شفيق السعداني وعم الحاج محمد السعداني وكل اهل السعداني تم. الله ينور عليك يا شيخ حمادة، روقان هي ما بتحلاش الاخر السهره كده.
كده كده يا حب، وانت تسلم البطن اللي جابتك. الله الله. كريمة يا اللي مقامك حلو كريمة يا اللي مقامك حلو والنار والقطب واقف على بابك وبيشار شمع الثمن على عصبينا وبإيده شمع الثمن على عصبينا واللي تحبه الكريمة مجلسه ينور واللي تحبه الرئيسة مجلسه ينور باب رئيس الديوان قمرت وبتصور على باب رئيس الديوان قمرت وبتصور يا ابن الطريق انت بهوي اوعى تتهور يا ابن المدد انت بهوي اوعى تتهور ده اللي تهور عندي هذا لابد أما المريد السالي يا سيد علي يا أبو فرحة دا قلب بينور ستنا السيدة ابن المدد السادس يما يما ابراهيم يا مداح يا سيدي داود يا عزاب دايما وجهه بينا تندهلو ست الكريمة وفي الوقت تتعمر ستين
احنا السيدة ما فيش تحضر لأم العواجز ودايما بيها المرض يحضر تغسله تشطف وتنطفه وقلبه بيها يتعمر يا باب النبي يا عمي يا باب تغسل شطفوا نظفوا وقلبوا طبيعه يبقى متعمر واذا اخذ الرسوم يبقى انسابك في المحضر ما هي ست السيدة زينب اللي ماسكة الدفتر ما هي ست السيدة زينب اللي ماسكة الدفتر بتشطب الغاب يا بدوي وبتثبت اللي يحضر والله العظيم كله بالبدء يا عم يا ابو غلاب بتشطب الغاب تثبت اللي بيحضر أصل الحكاية في الداخل ماهيش هزاري ولا منظر أصل الحكاية ما هي السيبة لا هي هزار ولا منظر مفيش وصول بالساهل لقد انظر من انظر نقيب الادارة عمال يجس وفي الخلايق بيحذر نقيب الإدارة في الساحة عمال يجس ويحذر
اصل الحكايه ما هي السيقة ولقد اعذر من انظر كشف الحجاب يا ولا واللي على الباب بتثبته في المحضر اللي استلام الشهادة بتحوله على الباب الأخضر باب سيدنا الحسين يا وانا واللي يوصل ويحضر حط الحب اللي استلم الشهادة يا سيدي ابراهيم يا ابا العينين بتحوله على الباب الاخضر باب سيدنا الحسين يا وانا باب الشوف للي بيحكي باب سيدنا الحسين يا وانا باب الشوف للي بيحضر اللي دخل من الباب يشرب من الخمر بقى ويخمر يا ولي النعم يا سيدنا الحسين شهيد كربلاء يا سيد الشهداء يا حبيبي في ليلة عاشوراء اللي دخل الباب يشرب من الخمر بقى ويخمر ومدام اختمر من الخمر يبقى بحاله يسكر ومدام اختمر من خمر يبقى بحاله يسكر ويبقى في حالة القرب وعلى البعد ما يقدر حب سيدنا النبي غالي بس من يا ولا اللي يقدر ده حب آل البيت غالي بس من اللي يقدر إلا مريد
ابتلى والعالم تعطي ما بيقدر. اوعى تستهون بحال المكذوب، اصل الحكاية مهش منظر. اوعى تستهون بحال المكذوب يا ولا، اصل الحكاية مهش منظر. بيت امن ريل ونقيح ونامن، لكن مسبوط ده في المحضر. يا منور الدنيا يا جعفر يا طلال، ياللي كنت يا بفتح للمساكين دار، ده يبقى مريب ومقيح ومأمن، لكن مسقوط ده في المحضر. بتجيلي اشارات وامارات وبيها اواني حذر، اذا طلب اي شيء يجي اواني حذر. نظرة 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 يا عصبة يا هاشمية، ليه يا طبيب العلاج ما عندكش علاج ليا؟ ليه يا طبيب العلاج ما عندكش علاج ليا؟ ليه بتشفي كل الناس وما لقيتش علاج ليا؟ لما يا ست زينب خليك في ست شويه والنبي يا عم محمد. من يوم ما وعيت على الدنيا والست ساكنة فيا، أنا ببقى قاعد في بيتي ولاقيها بتمر عليا.
جايباني إشارة أمارة ومرة لساعة الدورية ستي للسيدة زينة الآن من أعز من وعمال العملية المنام وعمال العملية تكشفنا فيست العبن وتصرف الزينابية جيالي في عز منامي وعمالي عملية تكشف نفس تبعد مود صرف الزينبية أنا اللي جبت أنا اللي جنت أنا اللي زادت ما أسيه